مستمعات مستمعين إذاعة نعم، مرحبا بكم. إذاعة من لا صوت لهم تستقبل في عددها الجديد الشاب سيني عبد الرزاق، رئيس جمعية الخير المباشر لبلدية القبة. جمعية الخير المباشر مبادرة من طرف مجموعة من شباب يتراوح عمرهم ما بين 20 و 30 سنة، متطوعين في فعل الخير ومساعدة المحتاجين. أول سؤال، عرفنا سيني عبد الرزاق رئيس جمعية الخير المباشر لبلدية القبة. السلام عليكم، أنا وسمي سيني عبد الرزاق، في عمري 31 سنة، نعمل تاجر مقيم ببلدية القبة. كيف جاتك الفكرة تاع الجمعية الخيرية؟ انا شغل قديم شوية في الجمعية، بجا كنت في جمعيات من قبل، في هذه في جائحة كورونا فهمنا نزيد نكونوا جمعية خيرية جديدة باش نشطوا بها على مستوى ولاية الجزائر. اعطيني اسماء الجمعيات اللي كنت فيهم من قبل. باغيكزوم كنت في شبيبة الخير، وكان واحد اخرى كنت في بزاف اللي تمليشت فيها بزاف بزاف بزاف. كيف تم اختيار اسم الجمعية واللي هو جمعية الخير المباشر؟ جمعية الخير المباشر هي جمعية خيرية تتواجد على مستوى بلدية القبة، تسعى إلى العمل في المجال تقديم الدعم والرعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمنكوبين. جمعية الخير المباشر خيرناها معناتها الخير، معناتها الخير ديركت، معناتها الخير مباشرة. حاب يقول من الجمعية للمستفيد الإنسان اللي راح يتعاونوه وتدير الله فيك، يعني صح، شغل من الجمعية للمستفيد ديركت. وي عندنا أغاليمون مسجلين الحمد لله. المبادرات الأولى اللي قامت بها الجمعية أول عام تطوعي اللي درناه، صح، شوف نضمن قوافل المناطق الظل، وعندنا كل يوم أربعاء نخرجوا نديروا إطعام أشخاص بدون مأوى، يعني الناس اللي تتبرى نديروا لهم الماكلة نديروا لهم. وعلاش تم اختياركم لمناطق الظل؟ مش حب يقول مناطق الظل؟ المناطق الظل معناتها الناس، هذو ما الناس مناطق الظل معناتها الناس ظلموا أكثر الناس تضررا، فقراء بزاف. وين جايين هذه المناطق؟ كاين مناطق باريزوم البيض، كاين في سنسيل، كاين مناطق فريمو محتاجين بزاف هما. وهنا في الجزائر العاصمة؟ في كاين في الجزائر العاصمة، بصح اللي مضرورين بزاف المناطق تاع الظل هما اللي فريمو بزاف. الداخلية تسمى الولايات الداخلية. بارك الله فيك. كيف يتم اختيار هذه المناطق؟ على أي أساس؟ المناطق هذو نختاروهم على أساس عندهم إمكانية ناقصة بزاف. لا 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 لا، جو دير على أي أساس زعما أنا نروح نعاون الناس من أفلو ولا من تيسمسيلت وعلى باليش إلى ناس قراب ليا راهم في حاجة للشيء اللي راح صح، كاين أولويات. كاين احنا نبداو بالأولويات، نبداو بالناس المتضررة ومن بعد نروحوا للدرجة الثانية. ما هي معاناة المواطنين اللي تقدر تعطينا هكايا؟ يعني على حساب الاكسبيريونس تاعكم، وشنو هي المعاناة وشنو هي الحاجات اللي يصحهم مواطنين يعني وتكون ضرورية؟ ضرورية طاريزوم زعما الغذاء، الملابس والأدوية. كيف جاءت فكرة إدراج أطباء ضمن فرقة الطاقم تاع الجمعية؟ بارك الله فيك، حنا دوكا درجنا كاين الناس، كاين الناس ما عندهاش ميزانية باش تداوي، حنا نسيو نتكفلوا بهم. كاين الناس فريمون ما عندهاش باش يداوي، ما عندهاش باش يدي بلاصي. ومن بعد الناس هادو ما يجوهم عليكم ولا انتم ما تروحوا لهم؟ لا لا، حنا نروحوا لهم، تكون تما هما يكونتاكتيونا وحنا نسيو نتكفلوا بهم. اعطيني مشاريع الجمعيه. المشاريع الجمعيه عندنا اذا قدرنا ربي ان شاء الله نديروا قفه شهريه للناس المحتاجه. لهذا شهر رمضان؟ لا لا، شهر تاع العام، تسمى يعني كل شهر الناس المحتاجه نديروا القفه، كل شهر نديروا هذا. هذا مشروع حفلي رانا نديرو فيه، تسمى رانا بدينا كل شهر عندنا ناس محتاجه
نديو لها الغرفه والشقه. شحال من عائله تغطي ابوبخي؟ من 100 حتى ل 120. هادو اللي راهم هنا في الجزائر العاصمه. هنا في الجزائر العاصمه. عطيني مشاريعك الان المستقبليه تما، واش راك شايف انت هاد الجمعيه واش راح تولي؟ شوف حنا مؤقتا باسكو سي تان بروجي، لانه هذا مشروع بداوه مجموعه من الشباب، هادوما هاد الشباب هادوما طموحين وحبوا يديروا حاجه كبيره داكور. باسكو انا قلت باللي بدات فكره جمعيه الخير المباشر بدات البدره تاعها في مجموعه من شباب يتراوح اعمارهم ما بين 20 و 30 سنه. كاين منكم طلبه، كاين منكم خدامين، وكاين منكم تما هذوك الخدامين كاين منهم اطباء، منهم تجار، منهم نقول لك ديفيكولوج. كاين بزاف ناس. هاد لي جون هادوما الكل يدير اعانه بما يستطيع للجمعيه داكور، قدر المستطاع. نعم قدر المستطاع. انا حبيت نقول لك تما المشاريع تاعكم مستقبليه، وش فوفيد غدوه من غدوه، واش راحين فاش راحين تتخصصوا، كيفاش راحين؟ باسكو علاه دوكا كي نقول لك نجيب للانسان، نجيب الواحد نوفر له حاجات الغذائيه داكور، الافريشه، ومن بعد نولي للطب ونولي داكور، ما نقدرش ندير كلش. صح انا عندي حاجه راح نبازي عليها باش نبني عليها مشروعي. شوف حنا مؤقتا واش رانا تما، واش نضمن احنا الجمعيه تاعنا راهي تنظف في ثلاثه قوافل في فصل الشتاء هذا. عندنا ثلاثه قوافل اللي نديروهم في المناطق الظل، وعندنا وشنو هي الولايات المعنيه؟ عندنا البيض، كاين تيسن سيلت، المناطق اللي فريمون محتاجين تما ابسط الامور. حكينا على ديرني فوا، قلت لي مام تيزي وزو، قلت لي تيسن سيلت، تيزي وزو، توكور، سعيده. مام في تيزي وزو كاين ناس فري في الجبل، ما غالب كاين امور ما يلحقولهمش، نسيو يلحقو نسيو حنايا باش نوفروا لهم الامور اللي نقدروا عليهم. وعندنا كذلك كل يوم اربعاء نخرجوا نديروا اطعام اشخاص بدون ماوى، يعني الناس اللي يقدر برا. واش هي الحاجه اللي تخص جمعيه الخير المباشر؟ شوف حنا مؤقتا لا لا، انتم كشباب، انتم كشباب مثلا، واش هي القوه اللي راكو ساحقينها باش تزيد تطور الجمعيه؟ شوف حنا مؤقتا رانا محتاجين مكتب للجمعيه يكون مكتب نهائي معناتها تاعنا، ورانا محتاجين كذلك سياره اسعاف باش نسيو نعاونوا الناس اللي شغل الناس المرضى وما عندهم شغل يخصهم امور، ما لازم نعاونوهم نوفروا لهم سياره اسعاف. شحال من اديغون عندك في الجمعيه؟ عندنا دوكا عندنا 10 تسمى اللي راهم في معايا. داكو عندك ديما 10 10 10 ديما 10 اعضاء. 10 اعضاء. ولي بينيفول؟ لي بينيفو كاين بزاف ناس تجي تعاون، كل واحد كيفاش يجي يعاون قدر المستطاع تاعو. الناس كي تحب تتصل بكم عندها كاين رقم هاتف؟ كاين رقم هاتف. داكو، والناس المحتاجه انتم تروحوا ليهم ولا هما يعيطوا؟ يقدروا كان وين من داك هما يتصلوا بينا، وحنا كي يكون عندنا فائض حنا اللي نروحوا نحوسوا على الناس المحتاجه. وما بين الاعضاء هذوما العشره كاع كانوا في جمعيات واحد اخرين ولا جدد في الميدان؟ لا لا، جدد في الميدان كامل، كانوا في جمعيات، كاين الناس اللي كانت في الكشافه وكاين اللي كانوا في جمعيات واحد اخرى. اخويا في الاخير نشكركم، نشكركم انت ثاني، نشكركم بزاف بزاف.